لك شوية شوربة رح تاكلي أصابيعك وراها. يسلم أم محمود، ليش معصبي حالك؟ لا عذاب ولا بطيخ مبسل، روحي بيت أقل منك. هي أنا تعي عم بمزح معك حبيبتي. هاتوا عنك ام محمود، انا بحطهم بالمطبخ. لا تبريني، ما انا بحطهم الا اذا بتعتبريني غريبه. لا شو غريبه، انت من اهل البيت. اما شو طلعت شوربه؟ حطيتها انا بالبريستو، خليت العبس تنهنهنها. يسلموا هالايدين، على ذكر ايديكي، كيفن اصابع ايديكي؟ مناح طابوا الحمد لله. ايه الحمد لله. تقعدي هنا، ليش واقفه؟ تعالي حبيبتي تعالي. عادي اتحدث انا وياكي. ما قلتي لي شو بدكم تعملوا بالمصاري؟ انو مصاري؟ لك احكي هنا، احكي، لا تخافي، سرك كبير غميق، اكيد يمكن بدكم تشتروا سياره. ما لا تستعجلوا، سمعت لك سمعه انا، عم يقولوا بدهم يسمحوا بتبديل السيارات العتيقه، واذا سمحوا رح تدخل سيارات جديده على البلد، ساعتها بيرخصوا. انتوا طولوا بالكم، اصحكم تتورطوا او تشتروا سياره عتيقه بتعدوا انتوا وياه بصائر الجن. وهاتي بقى على فت عمله ورش امبوز، شي عطل الدبرياج، شي فلت الكيلومتراج، شي مبخش الشطمان، شي فرطه التكايات، يعني شغله معته معته كثير. شو بدكم بيأثر على انتو؟ انتظروا الجديد احسن، خدوها وقالة. اذا بدك رأيي بلا ما تشتروا سيارة بنوب، حرام تحطوا حقها. عندكم سيارة حكومية بنزينات ببلاش وتصليحات ببلاش، بلاشوا لحتى تكبوا مصرياتكم. بلاكم السيارة انا بلا. اطمني ام محمود، ما رح نشتري سيارة. ايه احسن، يعني بدكم تبيعوا هذا البيت وتشتروا فيلا وعكا؟ صدقيني حرام حقها انا. ليش بقى؟ سكنة بالفيلا حلوة. ما حلوة ولا شيء، من برا رخام ومن جوا سخام. وقال شو؟ غرف القعدة تحت وغرف النوم فوق، الواحد بعد مو آكل ومتقل وماله قدران يتحرك، بده يطلع كم درجة ليندحش بفرشته، يومين ثلاثة بتتصمطوا بهالشقة من الصفرة للفرشة، سقط لقط. إيه كلامك مقنع، بطلنا نشتري فيلا. هنا، أوعكم تشتروا شاليه على البحر، أصحكم هنا. ليش بقى؟ ها انا رح اقول لك ليش يا ستي. اول شيء غالي، عند ابني بخورفك كان ارخص. ثاني شيء، انت وجوزك ما لكم فاضيين تطلعوا تصيفوا في كل الصيفيه، عندكم شغل انتو. واذا طلعتوا جمعه جمعتين بتطلعوا خسرانين، استاجروا شاليه ارخص. ثالث شيء، اذا فكرتوا تاجروها بيخربوا لكم اياها، بتحطوا عليها تصليح اكثر من اجاره. رابع شيء، بدك تتزاعلي انت وكل قرايبينك وقرايبين جوزك وجيرانك واصدقائك، وبكره الغانم شو بيقول لك؟ بدي طالع عيلتي تصيف. ان اعطيتي المفتاح يا ويلك بيخربوا لك الشاليه، وان ما اعطيتي المفتاح برضه يا ويلك بيحكوا عليكي. وخامس شيء، خامس شيء، البحر كله ملازم، خطر كثير، لا سمح الله شيء ولد من اولادك الزراف يزمط من بين ايديك ويغافلك وشكره واسع على البحر ويغرق يا حصرتي، شو بتساوي بحالك؟ او لا سمح الله يتعب عب في فانوس البحر، شو بتساوي؟ او ها مثلا تجي لها سمكه القرش وتقرش القرش، شو بتعملي بحالك؟ والله بتغوطني اختي. ما عم نفكر نشتري شاليه؟ معناتها عم تفكروا تعملوا شيء مشروع. ترى ليكي هي فكرة كتير منيحة، جوزك مهندس وبيفهم بالمشاريع، خليه يستقيل يا ستي من الوظيفة اللي ما بتشبع خبز، ويبلش بقى بالتعهدات، هيك الثلاث ملايين بظرف سنة بصيروا عشرة. ايه بس جميل ما بيقدر يستقيل من الوظيفة. ليش بقى؟ دخلك شو جاي هو من الوظيفة؟ جوزك لا بيرتشي ولا بيقبض براني ولا بينضرب على قلبه. إذا استقال بده يشتري سيارة على حسابه، وبهالطريقة كل تكاليف البنزين وتصليحاتها على حسابه، وإذا اشترى سيارة ما رح يفضل معه مصاري عشان المشاريع تبعه. بلا ما يستقيل يستنى على حاله سنة سنتين لبين ما يرسمين. منيحك كمان ما بيقدر. ليش بقى؟ ما بيصير يضل موظف يشتغل بالتعهدات. بسيطة، ياخذ تعهدات على اسم واحد تاني، هيك كلهم عم يعملوا.